ما تستعجلون وتدي صيد اللولو غلط، اللولو ما ينصاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم سعد إسماعيل خليفة الجاسم، العمر 87 سنة. أنا كمال أجسام وأنام على المسامير وأنام على القزاز، كسروا حجر على صدري وأقدر أعملها أي وقت الحين. وإذا بتكلم عن القوس استخراج اللولو، الغواص يستعمل 3 أشياء للغوص. أول واحد الحير اللي ينزل القواص داخل الغيص، ثاني شيء الديين اللي يجمع فيه المحار، ونمرة 3 والأخير الفطام، ياخذ نفس عميق ويروح مع الحجر. 20 سيب لازم يكون هناك. والغيث يستعملون اليمين والشمال المياديب 5 و5، ينزلون 10، 8 تبات ويطلعون وينزل غيرهم، و8 تبات يطلعون وينزل غيرهم. الغواصين مجموعة يروحون داخل البحر في مركب كبير، مدة الغوص من تطلع الشمس إلى أن تسلم الشمس. الغيص يأخذ 2 دقيقة تحت البحر بدون تنفس. العمق من 13 إلى 14 متر، والأكل والشرب والنوم كله في السفينة. الأكل في الصباح ما يأكلون فردة تمرة وقهوة، الليل اللي يأكلون رز أو عيش مطبوخ بالتمر. ليش؟ لأن أول شيء بيعطي طاقة، ثاني شيء بيسهل، ثالث شيء ما يعطش الواحد. وهذا كل ما عندي، وسلامتكم وتعيشون.